بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الخميس الموافق 10 من الشهر الثاني عام 1448 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 13 ديسمبر 2046 من ميلاد عيسى عليه السلام. هذه الحلقة هي الحلقة 15 في سلسلة حلقات من برنامج عام عن الأجيال. هذه الحلقة بعنوان ما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام وتطبيقه ونشره بقدر استطاعتك؟ هذا السؤال نسأل، مثلا تسأل واحد تقول لماذا أنت لست تاجرا، مثلا لماذا أنت لست مهندسا، لماذا؟ يعني تلقى أي إنسان هناك أعذار أو هناك موانع تمنع الإنسان من أن يكون بصفة ما أو بحال ما. نأتي إلى إنسان، لماذا أنت لست تجري في سرعة النمر أو في سرعة الفهد؟ سيقول لك أنا إنسان أمشي على رجلين وفهد يمشي على أربع، ورجلاه الخلفيتان طويلتان تساعد على القفز. أنا رجل سرعتي بالكثير 40 كيلو بينما الفهد 120 كيلو. هناك موانع، هناك أسباب. لماذا أنت قصير مثلا؟ الله خلقني قصير، نموي كذا، جيناتي كذا. لماذا أنت لست كذا وكذا؟ إذن هذا السؤال من ضمن الأسئلة، لماذا أنت ما أنت مسلم؟ احنا نقابل نقول شو اللي يمنعك من الدخول في الإسلام؟ ما هو المانع من الدخول في الإسلام وتطبيقه ونشره بقدر استطاعتك؟ أكيد الناس الذين ليسوا مسلمين عندهم موانع منعتهم، عندهم أعذار. أما أنهم لم يتصلوا برسالة الإسلام، أو أنهم وصلتهم رسالة الإسلام ولم يفهموها، أو وصلتهم مشوهة، أو هم كذا يكابرون، هناك مانع، هناك سبب. إذن ما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام وتطبيقه ونشره بقدر استطاعتك؟ سؤال ثاني تسأل المسلم، ما الذي يمنعك أن تدخل في المسيحية؟ لماذا لا تدخل في المسيحية؟ سيقول لك أننا نعتقد أن المسيحية دين خاطئ والإسلام هو الحقيقة، وأن المسيحية قد حرفت، ليست المسيح، ليست هي الدين اللي جابه المسيح. سيعطيك تبريرات، لماذا لست يهودي أو لست بوذي، يعطيك تبريرات. كل إنسان يعطيك تبريرات. إذا دعونا نحلل إيش السبب، أو نسأل السؤال للأحباء غير المسلمين، ما الذي منعهم من الدخول في الإسلام وتطبيقه ونشره بقدر استطاعه؟ أخي الحبيب، إذا كنت يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي، فما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام؟ ألم يبلغ أحد بالإسلام؟ لعل أحد ما بلغ بالإسلام، بلغ مبين. يجوز الناس الذين لهم أديان أخرى يقول أنا ما أعرف الإسلام، لم يبلغ الإسلام بلاغ مبين. سمعت عن الإسلام أنه هو دين إرهاب، دين قتل، هو دين عنف، ودين عدم تسامح، ودين إراقة الدماء. يقول لك آخر هناك أشياء في الإسلام لما فهمها، هناك آخر يقول الذين يزعمون أنهم مسلمين من أسوأ الناس بأخلاقهم في الكذب والنفاق والخساسة والجبن إلى آخره، وناس العالة على البشرية لا صناعة لا إلى آخره. سيأتيك بيش. وقد قال لي ناس، قلت لماذا لا تسلم؟ قال هل ترضى أن أكون مثل هذا القتيل؟ قلت لا والله ولا أنا، أنا لست أدعيك أن تكون سني أو شيعي من القطعان هذا، ولا احترام القطعان أو صوفي، لا والله أدعيك للإسلام. ف
الناس ما هم حق إذا رفضوا ما يسمى بالإسلام. الدين الذي يعني يعتقدون أن الإسلام هو ليس الإسلام. فسيقول لك لدي وجهة نظر، وحقيقة أن وجهة نظرهم يعني وجيهة من هذا الباب. طيب، إذا لم يبلغك الإسلام بلاغ مبين، فإننا ننصحك يا أخي العزيز بأن تقرأ القرآن وتقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تصطدم بالقرآن. القرآن الكريم اقرأه، واقرأ كل حديث لا يصطدم بالقرآن، كل الحديث التي توافق القرآن قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، التي لا توافق القرآن فاعلم أنها مكذوبة على الرسول عليه السلام، سواء رواها من رواها، ولا نفكر في متنها ولا في سندها ولا أخي، إذا كانت تصطدم بالقرآن يعني بطريقة واضحة. طيب، هذا ما يخص الأحباء من اليهود والنصارى ولا البوذيين ولا الهندوس ولا غيرهم. لكن دعونا لنأتي فنسأل نفس السؤال، وإذا كنت أخي الحبيب سني أو شيعي أو صوفي، فما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام دخولا كاملا؟ وما الذي منعك من أن تقول أنا مسلم؟ إيش اللي خلاك تقول أنا سني أو شيعي أو صوفي؟ إيش اللي ما الداعي؟ ما الذي جعلك تفعل هذا؟ ما الذي جعلك تقول أنا سني أو أنا شيعي أو أنا صوفي؟ ما الذي منعك من أن تقول أنا مسلم كما سمى الله سبحانه وتعالى من يعتنق الإسلام في آخر صورة الحج مسلم؟ فلماذا لم تدخل في الدين كامل؟ لماذا لم تدخل في السلم كافة؟ تدخل في السلم كافة؟ أم أنك هل أنت تعتقد لعلك أنك تعتقد أنك مسلم؟ إذا كنت تعتقد أنك مسلم أخي الحبيب، فاسمح لي بأن أقول لك بكل محبة واحترام بكل أدب أنك لست كذلك. لماذا؟ لا، الناس ممكن يدل عليك، أنت تقول أنك سني فأنت سني، أنت شيعي أنت صوفي، بصرف النظر عن ما الذي دعاك لتسمية نفسك بهذا الاسم. فليس هناك مبرر، لو كان هناك مبرر كان الله سبحانه وتعالى ترك لنا الخيار في الاسم، ولكن قال هو سماكم المسلمون. إذن هذا اسمك اللي يدل عليك، الذي سميت بين السم شيء. إذن يا عزيزي، كثير من الناس يظنون أنهم على الحق أنهم مسلمون، وهم ليسوا كذلك. والسبب أنهم أخذوا ما يعتقدون أنه من الإسلام من الآباء والأجداد، يعني الموروثات الشعبية، القصص الشعبية التي ورثوها وفيها من الإسلام صيغت لهم وقالوا هذا الإسلام، فمن هنا ظلت البشرية. إذن أنت أخذت من الآباء والأجداد هذا الدين الذي تسمونه، أو الذي هو دين سني أو دين شيعي أو دين صوفي، ولم تكلفوا أنفسكم بالبحث. لماذا لم تكلفوا أنفسكم بالبحث والرجوع إلى الإسلام، كتاب الله وسنة رسوله؟ لماذا لم تفتحون القرآن وتقرؤون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا اكتفيت بما يقال لكم هنا وهناك ومتشاهدونه؟ هذا ما فعلتموه، أن كانت هي الفرصة الذهبية للشيطان منذ الأزمنة، من زمان الشيطان يستغل هذه الفرص أن الناس يأخذون دينهم من الآباء والأجداد حتى يستطيع إغواهم بكل سهولة وبكل سر، وإغلالهم على سبيل الشديد. أن الشيطان أخذ شريحة من شرائح المجتمع على مدار الأزمنة، واستخدمهم بطريقة لإغواء الأتباع. طبعا الشيطان له طريقة واحدة لإغواء الناس، وهي أولا سلب هويتهم الإسلامية، حيث بعد سلبهم الهوية الإسلامية لا تجدهم يقول نحن مسلمون، بل يقولون نحن سنة وشيعة ويهود ونصارى وصوفية إلى آخره. لنأخذ إلى أتباع النبي موسى عليه السلام، هم مسلمون
ولست يهود، موسى ليس يهودي، إذا ولكن نجد الناس الحين يقول الدين اليهودي، كذلك النصارى، المسيح ليس مسيحي ولا نصراني، هو مسلم، لكن قال أتباعه نحن مسيحيون. إذن هم البدع هذه تأتي من تغيير الاسم، طبعا من تغيير الاسم لما عندما تقول أنا سني أو شيعي أو يهودي أو صوفي، بالتالي لم تعد تكونك مسلم، فلا تكون تعد تنتسب للإسلام. وقد الحقيقة وصل إبليس من النجاح مع الأسف الشديد أنه أخذ أكبر آية نزلت في القرآن الكريم وفي الكتب السابقة، ألا وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل أناس 7 مليار لدينا في هذا الكوكب، 7 مليار إنسان تقريبا، وكلهم في مجملهم لا يبدون صلواتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. هل كان المسيح عليه السلام ولا داود عليه السلام ولا أي نبي يبدؤون باسم الآب والابن والروح القدس؟ أبدا لا. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدأ صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا لا. إذا نجد الآن أناس يبدأون ببسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين، ونجد ناس لا يبدون بالبسملة، يقرونها سرا، مع أن السريان النصارى إلى الآن في كتبهم المقدسة بالعربي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببسيم إرخيم إرخمان كذا من الشكل هذا. وهناك كتب مقدسة وجدت في مكتبة لندن ومكتبة الإسكندرية في الآونة الأخيرة، كتب ترجع إلى القرن الرابع بعد رفع بعد المسيح عليه السلام، مكتوبة العربي، وكل سفر أو كل قسم منها يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم من ذي الأزمنة، سليمان عليه السلام بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل آية 30، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة هي الإسلام. لماذا؟ لأن الله لفظ الجلالة يدل على الذات الإلهية، والرحمن رحمانية، والرحيم رحيمية. رحمانية يرحم الله الناس تفضلا بدون مقابل، ثم من عبده يعني يرحم زيادة فيعطيه، وتكون هي ربوبية وإلهية، لا نريد أن نتشعب في هذا الموضوع. إذن سلب البسملة وبدأ الناس يبدؤون في صلواتهم ببسم غير بسم الله، أما أن يخفوه كما نجد في أكثر الأديان التي انبثقت في الأخير من الإسلام مثل الدين السني والدين الشيعي الصوفي، أو أنهم لا يذكرونها واستبدلوها باسم ثلاثة آلهة، وسنأتي للتثليث وما شابه التثليث، هذا المعضلة التي شقت الناس وشتتتهم. إذن ما هو المطلوب؟ ارجع وقل أنا مسلم. طيب، الله سبحانه وتعالى في سورة الحج سمان المسلمين، لم يقل سماكم أهل السنة والجماعة، ولم يقل سماكم شيعة ولا نصارى، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحاديث عن المسلم السني والمسلم الشيعي والصوفي، لا، قال المسلم أخو المسلم، المسلم للمسلم كالبني ينشد بعض الوضع، لم يقل المسلم السني أو الشيعي أو الصوفي. إذا الله لم يذكرها ولا الرسول، فمن أين أتيتم بها؟ إن جاء الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه التسمية فرقت الناس، عندما تقول أنا سني فبالتالي أكيد أنك تختلف عن المسلمين وعن الشيعة إلى آخره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لم يقول أخو المسلم الشيعي أخو المسلم السني. طبعا نحن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل البيت ويزدون في الدنيا، ولكنهم لا يقولون نحن سنة أو شيعة أو صوفية، وكذلك من كان قبلهم من أتباع الأديان
من أتباع الأنبياء لم يقولوا نحن يهود أو نصارى، بل قالوا نحن مسلمون. ثم طبقوا الإسلام، فلا تقول أنا أتبع مذهب أهل السنة والجماعة، أو أتبع مذهب أهل البيت، أو أتبع الفرقة الصوفية، أو أتبع اليهودية أو النصرانية، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل إن الدين عند الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، أو إن الدين عند الله هو مذهب أهل البيت أو الطرق الصوفية أو اليهودية أو النصرانية. قد يقول القائد إن أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مضطرين لأن يسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، لأن لم تكن الشيعة موجودين. أما الآن فمع كثرة الفرق التي تخالف الإسلام، كل يدعي أنه مسلم، فبدأ الشيعة يدعون الإسلام وهم يدعون غير الله ويستغيثون بالصالحين، فكيف أتميز عنهم؟ لا بد أن أقول أنا مسلم سني، لأني إذا لم أقول أنا مسلم سني فإن الشيعة هم يقولون أنهم مسلمون، فلا بد لي أن أختلف عنهم. والجواب هو حب أن هناك 5000 شخص اسم كل واحد منهم أحمد، وكل واحد منهم غير اسمه إلى أسماء أخرى، فلم يعد أحد منهم يسمي نفسه بأحمد أو يدعى بأحمد. والسؤال هو هل تخالفهم من أجل أن تبقى على اسمك؟ هل تخالفهم أم تغير اسمك مثلهم؟ إذا أردت أن تخالفهم ماذا تفعل؟ تغير اسمك مثلهم أم تبقى على اسمك؟ الجواب تبقى على اسمك، تبقى على اسمك. إذن الشيعة وغيرهم غيروا اسم مسلمين إلى اسم شيعة وخالفوا في الأعمال، فلماذا تقلدهم وتقول أنا سني؟ لماذا لم تبقى على كلمة مسلم؟ ولا سماك مسلم، فلماذا تخالف الاسم الذي أعطاك الله؟ ولو بقيت عليه لوجدت لدى كل من يقول أنه شيعي أو صوفي بدع ومخالفات عقائدية، ولكن عندما أصبحت سني صار لديك مخالفات عقائدية مثلهم. أنا بقيت مسلم، لست سني ولا شيعي ولا صوفي، فلم تكن لدي أنا وغيري من المسلمين أي مخالفات أو انحرافات عقدية. طيب عندما تقول أنا مسلم بعد ذلك يجب عليك أن تتبع الإسلام بقدر الاستطاعة وتدعو للإسلام بقدر الاستطاعة. هنا واترك كل البدع وأصحابها والمحدثات، واتركها اللي تخالف الإسلام اتركها. فمثلا عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم جارم الصلاة الجارية، اترك الذين لا يقرؤون البسملة وأقر في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم جارم الصلاة الجارية والسلام الجارية. ثم بعد ذلك إذا بنيت مسجد فخالف الذين يضعون جسم الهلال فوق منارات المسجد ويضعون القبور في المساجد كما في المسجد النبوي طبعا، وكما في مشهد والنجف وغيرها، واتخاذ 3 أماكن مقدسة مثل قم وكربلاء والنجف. إذن لا تعمل كما يعملون هؤلاء القوم. أنت مسلم اتبع الإسلام وترك البدع وأهلها اللي بتدعوها، ثم لا تستغيث بغير الله. هناك من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم والقبور والصالحين يحتفلون بالمولد النبوي وما فيه من البدع التي غريبين يعني تصور بريء منها. إذن اتبع الإسلام حتى تنجو من هذه البدع وأهلها وأهواها. غريب في أحباء الشيعة أن لديهم طول السنة مناسبات، وأنا خلوني أعيد أكرر عندما قلت القطعان وما القطعان أنا آسف يعني، لكن أحيانا نضطر أن نسمي الشيء باسمه. الله سبحانه وتعالى قال
كمثل الحمار يحمل أسفار، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لازم تترك له. فأحيانا لابد لنا من قول الحقيقة وإن كانت مرة علينا وعلى الآخرين، لابد من قولها. فالأحباء الشيعة عندهم من الشيء الذي الحقيقة يعني مقاتل الضحك، يعني ما هو طول السنة لديهم مناسبات مستمرة، الاحتفال بمولد كل إمام ثم العزاء بمناسبة موته، طبعا 12 إمام و12 شهر، كل شهر يعني يأتون فيقولون أحسن الله عزاك، الشهر الثاني أحسن الله عزاك. يا ناس والله العظيم أرجوكم يا ناس، والله العظيم أنا لا أريد أن أنا لا أستهزئ بأحد، أفيقوا أيها الناس، واحد مات من 200 سنة تقول أحسن الله عزاك، غالبا يضحكون عليكم كل العالم بصراحة، يعني لازم يكون صريحين واضحين. ما هذا؟ واحد مات له من 50 سنة ولا 500 سنة تجي تقول أحسن الله عزاك، إيش معقول كذا؟ يعني أرجوكم، العالم قاعد يضحك عليكم بصراحة. أنا قابلت ناس عندهم عزاء، أنا يعني ظننت إن أحد مات منهم يعني قريب، لا قالوا يعزون في واحد من مئات السنين مات. أفيقوا أيها الناس، القرآن يقول أفلا يعقلون أليس منكم رجل رشيد، سبحان الله العظيم. إلا طيب العزاء هذا طبعا مستمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لنا ولمن هداية. هنا هذا مضى الوقت، حزن مستمر، ما هذا الدين الذي يجعلكم تحزنون حزن مستمر؟ لماذا لا تحزنون على الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء؟ لماذا لا تحزنون على يحيى وزكريا أنبياء قتلوا ظلما وغيرهم؟ ما هذه الانتقائية؟ طيب اللي يقول بالإمامة في قريش يحول الإسلام إلى نظام ملكي وراثي سلطوي كهنوتي، فليس هناك شيء اسمه الإمامة في قريش، أمرهم شورى بينهم، القرآن واضح. يا ناس لماذا تجيون بحديث؟ أنا قرأت حديث يقول الإمام في قريش، الناس تبع لقريش كافرهم ومسلمهم، إيش هذا الكلام هذا؟ ما هذا الافتراء؟ والقرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الشورى آية 38، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أمرهم شورى بينهم، سالت عنصرية، وقد قالوا قالوا حولتها إلى قيصرية. طيب نلجأ إلى الإسلام ونلجأ إسلام كفيل أن يخرجنا مما نحن فيه من الظلمات إلى نور. طيب نرجع إلى القبور وما يعني قصص القبور الطويلة والتبرك بها ومشاهدها، يعني أشياء يعني سبحان الله العظيم، أنا لست أدري كيف الناس تفكرون، بدل ما تتعلقون بالله نتعلق بأموات لا ينفعون ولا يضرون. لي صديق شيعي قال لي اقرأ آية 40 ليلة، أنا نسيت صراحة الآية هذه، صدقوني لم أظلم ولم أفتر عليه، ثم بعد 40 ليلة ظهر لك الحسين أعتقد الحسين، ثم أطلب أي مشكلة أي حاجة عندك يحلها لك، لا كنت أصدق، والله لم أكن أصدق الإنسان عنده عقل يقول هذا الكلام. هذا أي شرك إن هذا؟ كيف تطلب من إنسان مات أو غير مات حتى لو حي تطلب منه؟ لماذا لا تطلب من الله؟ يعني العالم، يعني هل العالم معتوهين فعلا؟ ما الذي أصاب البشرية بهذه الاعتقادات التي لا يعني ليس منطقية بصراحة؟ إذا تؤمن بأن الله واحد قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعو الحسين تكرر لي آية 40 ليلة ثم يظهر لك الحسين وإذا عندك مشكلة يحلها، إيش الكلام هذا يا ناس؟ المهم، لكن هذه من ثمار الأديان اللي في ليس من الإسلام، ولدي أهل السنة من مثلهم وما هو أشد وما هو أكثر من ذلك.
إذن لا بد لنا من الرجوع للإسلام. طبعاً أنتم تقولون هل السنة أحبابنا هل السنة يقولون عن الشيء أنتم قبوريون وأنتم كذا وكذا. والحقيقة أن المثل الذي يقول الجمل لا ما يرى عوجة رقبته، البعير ما يشوف عوجة رقبته، كل حزب بما يدين فرهم. طب أنتم قبوريون حتى في السنة قبوريون، هذا القبور في المسجد النبوي ثلاث قبور، أين أنتم؟ يعني أفيقوا فكلكم قبوريون، يعني لستم بدعا من الضلال، كلكم في نفس لم يتركم بليس في نفس المستوى، هم قبوريون وهم قبوريون أيضا. طبعا المسجد النبوي طبعا نحن نعرف كيف أنه ضم له القبور من عام 88 إلى 91 هجرية، فهذا التوسعة وضمت القبور اللي الحجرات في وقتها، احتج ناس لكن النظام ملك بالقوة. ولحبائنا الأمة الأربعة لحبائنا الكرام بداء من مالك وحنيفة والشافعي وحيد بن حنبل، هؤلاء الأمة الكبار ما رأيناهم وقفوا انسجنوا يا أخي، لماذا لا تنسجنون تخرجون الشرك من القبور في المسجد؟ لماذا؟ لماذا؟ أم هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه؟ ولا واحد ما أولى الأمة الذي ليس لهم ثمرة، كان أولى أن يقفوا وحتى في العصر الحاضر ويقولون القبور تبقى مكانها ويفصل المسجد منها وتبقى في القبور، ما القبور لا تشال، تبقى في نفسها وتحول على غرفة وتفصل من المسجد. أما أنت تحطونها في وسط المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ويموت قال لعن الله اليهود والنصارى تخبذوا القبور أنبياء المساجد. طيب أخي الحبيب أرجوكم لا تزعلوا مني، لا تغضبوا، أنا أخوكم، أنا محب لكم، الحبيب لازم يكون صريح مع حبيبه، وقبل ذلك هي أمانة، أمانة في عناقنا لا بد من قولها مهما كلف الأمر وما زعل من الناس. ونسأل الله أن نكون من الذين لا يأخذون بالله لومة لائم. أخي الحبيب أطالب من الذي لا ينشر الإسلام ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا جاهد في سبيل الله بأقصى ما لديه من استطاعه أنه كاتم للحق وبالتالي هو ملعون إلا إذا تاب وأصلح وهو خاسر وخائن وعاصي لله ورسوله، وسيسأله الله يوم القيامة عن تبليغ الإسلام. طبعا اقرأوا سورة آية 159 في البقرة إلى 160، وأقرأوا سورة العصر تجدون، وأقرأوا سورة المائدة 78-79. أخي الحبيب إن تبليغ رسالة الإسلام واجبة على كل مسلم ليقصى ما لديه من استطاعة حتى المعاق لا يسقط عنه تبليغ الإسلام ولو بالابتسامة. طبعا نحن المسلمون نؤمن أن تبليغ الإسلام من أركان الإسلام. طيب المعاق كيف يبلغ وهو لا يسمع ولا يعقل، للأسف لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يمشي؟ التبليغ هنا بالابتسامة، حتى إذا رأوه الناس مبتسم ومنشرح الصدر يقولون ما هذا المعاق الذي لديه من الراحة النفسية ولديه من الطمأنينة والسكينة ونحن في صحة وعافية وليست لدينا، فيستدلون أن الإسلام هو الذي فعل بهذا، كوننا مسلم أطمئن وأرتاح وهدت نفسه، فبالتالي يكون هذا مدعاة لهم أن يعتنقوا الإسلام. هو ما نسمع من يعني اقدام بعض الناس على إزهاق أرواحهم، نسأل الله العافية، نسأل الله التثبيت، نسأل الله أن يثبتنا وأن يحفظنا من هذه الأشياء، هذا بسبب قلة الإيمان. نحن مع الأسف الشديد إيماننا ليس كما ينبغي، نسأل الله أن لا يبتلينا حتى لا نسقط في الابتلاء، نسأل الله أنه لا يبتلينا حتى لا نسقط في الابتلاء.
طبعا أخي الحبيب، هل تعلم أن الذي طبعا نحن قلنا هنا إذا كنت مسلم فهل أنت تطبق الإسلام في حكومتك وفي بيتك وفي دولتك وفي وزارتك بأقصى ما لديك من استطاعة؟ وإذا لم تكن تطبق الإسلام بأقصى ما لديك من استطاعة في حكومتك وفي بيتك وفي دولتك وفي وزارتك، فما الذي يمنعك من تطبيق الإسلام بأقصى ما لديك من استطاعة؟ هل أنت تحكم بما أنزل الله في بيتك وفي دولتك وفي وزارتك وفي جميع شؤون حياتك؟ اسأل نفسك يا أخي المسلم، اسأل نفسك. نحن سنقف هنا وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.